اختتمت أعمال القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط بقرية دير تاسا بمركز ساحل سليم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نجحت القافلة على مدار يومين في توقيع الكشف الطبي على 2000 من المواطنين في 10 تخصصات طبية وصرف العلاج لهم بالمجان. وشملت القافلة جميع التخصصات لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الخدمات الطبية بها. عندنا كل التخصصات موجودة من أول الأطفال والبطنة والجلدية والنساء والعظام والأسنان، وكل التخصصات بالمجان تمام، والعلاج بالمجان. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على شعوره بالمواطن، وحياة كريمة في ظل حياة كريمة اللي بتخدم القرى المحرومة. فالقافلة الطبية دي في قرية دير تاسا تبعد عن مستشفى ساحل سليم حوالي 15 كيلو متر، وهي يعني القافلة دي بتخدم القرى دي لأن دي قرى محرومة، فالعلاج مجانا، والقافلة دي فيها تخصصات باطنة وصدر وأطفال.